لنرى كيف يبدو الجو اليوم. تاتي برد برد برد. يا سلام، ثلج ثلج ثلج. تاتي أشعر بالبرد الشديد. أيها المسكين، سوف أجففك. تاتي، ما زلت أشعر بالبرد الشديد. ميسي فو، سوف أجففك بالهواء الساخن. تاتي، أبدو مثل الكرة الآن. هيا ميسي فو لنذهب. ها؟ بهذا الجو البارد؟ لا عليك ميسي فو، أبرا كدبرا تلبس تاتي وميسي فو ملابس الثلج الدافئة. يا سلام، تبدو جميلة جدا ودافئة جدا. هيا لنذهب الآن. يا سلام، الكثير من الثلج. هل نتصل بليلي لتنضم لنا؟ حسنا. أيتها المرآة، اتصلي بأختي. مرحبا تاتي. واو، الكثير من الثلج. هيا ليلي، ما رأيك أن تنضمي لنا؟ نعم نعم، سننتظرك عند البحيرة. حسنا، أنا قادمة في الحال. انظر، الطريق مغطى بالثلج. لنرى أين وضعت ملابس الثلج. واو، قبعة رعية البقر، سوف أرى كيف تبدو علي. هيا يا حصان، أسرع أسرع. لنرى ماذا لدي أيضا. أوه، قبعة البيسبول. يا سلام، ها هي. والآن لنذهب إلى الثلج. أوه ميسي فو، المشي دون أحذية الثلج صعب جدا. أنت محقة يا تاتي، لنذهب لنحضرهم. أصبح المشي على الثلج سهل جدا. لا 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 لا. سنذهب للبحيرة الآن. لا 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 لا. تاتي، ها هي البحيرة. واو ميسي فو، إنها جميلة جدا وكل شيء متجمد. لماذا فعلت هذا؟ لم أفعل شيء. إذا لم تكوني أنت ولا أنا، من يكون إذن؟ ربما رجل الثلج. ها؟ إنها ليلي، حرب كرات الثلج. أي! سترون. أو مسل جدا. خذي هذه. أو وخذي هذه. أي لقد تفوقت عليكم. حسنا ميسي فو، هذه الكرة سوف تضربك بالتأكيد. لقد أخفيني. خذ هذه. لم تنجح. أو لكنني فعلتها، هذا ممتع. أنا مستمتعة جدا، ما رأيكم أن نصنع رجل الثلج؟ نعم 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 نعم. يا سلام. لا 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 لا، هذا رأس رجل الثلج. ها
هذه يد رجل الثالث. لا 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 لا. ميسي فو، هل تريد أن تضع الجزر كأنفه؟ نعم تاتي نعم. يبدو جميلا جدا. يا سلام. ما رأيكم أن نحوله إلى رجل ثلج حقيقي؟ حسنا. أبرا كدبرا، يتحول رجل الثلج إلى رجل ثلج حقيقي. هوهوهو، شكرا يا رفاق على تحويلي إلى رجل ثلج حقيقي. أنا أحب الشتاء لكي أتزلج على الثلج. هيا لنتزلج. هاي ميسي فو، هل تعرف كيف تتزلج؟ لا، لكن لا أعتقد أنه سيكون صعبا. هذا مؤلم. صعب جدا. أي. أي. هذا صعب جدا. أي. ممتع جدا. لا 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 لا. ساعدوني. لقد تجمدت. يا لأختي المسكينة. وماذا سوف نفعل الآن؟ أنا أعرف أين نأخذها، ولكننا سنحتاج إلى زلاجة. سنستخدم العصا السحرية لكي نحضرها. لا ليلي لا. لماذا؟ لأننا دائما نخفق عندما نستخدمها. بيم بام بوم، تظهر الزلاجة. ليلي، لقد أصبحت زلاجة. يجب علينا أن نطلب المساعدة. لا 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 لا. انظروا، لقد وصلنا إلى منزل بابا نويل. مرحا. ماذا حصل يا رفاق؟ نحتاج مساعدتك يا بابا نويل. لقد تحولت تاتي إلى قطعة متجمدة وليلي إلى عربة. لا تقلقوا أبداً، سوف أساعدكم. أوه، لقد عدت كما كنت أخيراً. والآن علينا إدخال تاتي إلى الداخل. ضعوها هنا. والآن السحر. برد برد برد. صغيرتي تاتي، احتسي الشوكولاتة الساخنة الآن. شكرا جزيلا بابا نويل على مساعدة أختي الصغيرة. حسنا، من يريد الحلوى؟ يا سلام يا سلام. شهية جدا. هل تريدون زيارة رودولف؟ نعم. رودولف 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 رودولف، لقد أحضرت لك الطعام، الجزر الذي تحبه. لقد أكل سكاكري. يمكنك أخذ هذه ميسي فو. شكراً يا دادي. حسناً يا أطفال، سوف أريكم مكان رائع للغاية. واو، رسائل كثيرة. هل كتبتم رسائلكم؟ لا، ليس بعد. ماذا تنتظرون؟ يمكنكم كتابتها الآن. أريد في عيد الميلاد. عزيزي بابا نويل، أريد في عيد الميلاد هذا. عزيزي بابا نويل، لقد كنت جيدا جدا في هذه السنة، ولقد أصبحنا أصدقاء بالفعل. و حسنا، هل انتهيتم يا أطفال؟ نعم. رائع، سوف أخذهم. سوف نشتاق إليك. إلى اللقاء إلى اللقاء. أراكم لاحقاً. عيد ميلاد مجيد.